it's Diana from Gaza. As Ramadan downs upon us, we turn our attention to the displaced individual enduring the harrowing effects of genocide. Today is the second day of Ramadan. So in this interview, we explore their experience during the first day of Ramadan, offering insights into their resilience and faith amidst adversity. إيش اسمك وقديش عمرك؟ اسمي مرح مطر، عمري 11. كيف أول يوم رمضان؟ كان صعب، الشمس، حرارة، وكمان ونشف ريقنا. عطشت كتير؟ آه. طيب احكي لنا، شو الفرق بين رمضان السنة هاي ورمضان السنة اللي فاتت؟ رمضان اللي فات أحسن، لأنه بيوتنا أحسننا، منضطرش من الشمس ولا منعطش. احكينا كيف كانت تجربتك بأول يوم رمضان؟ والله الحمد لله، يعني كل الناس بتكون مبسوطة في رمضان، احنا الحمد لله الحزن في قلبنا وميل عينينا، مش عارفين ايش نسوي. عن جد أول رمضان يجي علينا صعب، صعب جدا، والله العظيم تعبنا. الأسعار فوق نار، فيش حد بيرحم حدا. رمي على الأكل، بتطبخي رمل، بتاكلي رمل. مش عارفة أنا، الصغار مش عارفة تلاقي لهم حاجة. كنت تشربي عصير، كنت تلاقي لك لقمة نظيفة، هنا إيش تلاقي؟ والله ما ملاقي إشي. تتذكر اللي ماتوا لك، اللي استشهدوا، اللي راحوا. مش عارفة، الحياة صعبة. طب احكي لنا إيش دعائك؟ تعبنا تعبنا، ربنا يفرجها علينا وإن شاء الله بيجي أحسن من هالسنة يا رب. حنين، قديش عمرك يا حنين؟ 5 سنين. طيب كيف رمضان معك؟ كويس. بتصومي؟ اه. صيام سهل ولا صعب؟ سهل. طيب كيف الصيام بالحرب؟ كويس. كويس؟ اه. طيب شكرا. طيب احكي لي كيف كان اول يوم رمضان؟ كيف الصيام؟ متعب، اجواءه مش موجوده، مش حاضره زي كل سنه، بنام في خيمه بسقعه، بصحى الصبح بدك تولع نار، تسعى للسحور بدك تولع نار، فالحياة كلها تعب 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 فوق ما تتصور. الحمد لله رب العالمين. طيب احكي لنا شو الفرق بين رمضان السنة هاي ورمضان السنة اللي فاتت؟ الراحة، يكفي الراحة. انت يعني اليوم بتصحى في الصحة، أول شغلة بتفكر فيها تولع النار، هذه أول شغلة. طب انت يعني بعد ما تتصحر كمان، موضوع السقعة هذا موضوع تاني. احكي لي ايش دعائك لرمضان هذا؟ الله يهدي الباب، الله يهدي الباب يا رب. رمضان كريم للكل، كل عام وانتم بألف خير. طبعا شعور كيف سيء انه احنا مش ببيوتنا ومش بالمكان اللي احنا بننتمي له، ضويناه بضحكتنا بدل الفوانيس المطفية. شو الفرق بين رمضان السنة هاي ورمضان السنة اللي فاتت؟ رمضان السنة اللي فاتت كنا نجهز، كنا متحمسين له، كنا بنتسوق، كنا قاعدين، كنا مبسوطين، كنا مرتاحين البال. رمضان السنة لا بنتسوق ولا ببيوتنا ولا مرتاحين ولا مطمئنين. طيب ايش دعائك لهذا رمضان يا عمي؟ بحكي يا رب انه تخلص الحرب، عاد ما دعينا وعاد ما شكينا انه يا رب تخلص الحرب، لحد الان ما خلصت. يا رب تخلص الحرب ونرجع على بيوتنا ونلتقي بأهالينا، نعيد، نكمل حتى باقي رمضان في بيوتنا، ما بنكملها. طب احكي لي كيف حابة تختمي هذا الفيديو؟ حابة اختمه بكل عام وانتم بألف خير، ورمضان كريم علينا كلنا جميعا، وان شاء الله السنة الجاية هيك نستقبله بظروف احسن ببيوتنا، وان شاء الله بنرجع على غزة يا رب. شكرا يا نور. عفوا.